معنا هاتفيا من صيدا سيد حسان القطب مدير مركز اللبناني للابحاث والاستشارات. مرحبا بك استاذ حسان. اذا مجله فورين بوليسي ذكرت ان اقتصاد ايران على خطى كارثه فنزويلا، هل يتحمل الداخل الايراني نكسات جديده في اقتصاده؟ من الواضح ان الداخل الايراني والمواطن الايراني يتحمل اعباء كثيره نتيجه هبوط سعر الريال الايراني ونتيجه ثبات الدخل المواطن مع هبوط العملة وهبوط قيمتها وارتفاع الأسعار بشكل لا يستطيع أن يجاريه المواطن الإيراني، كما أن الدولة الإيرانية لا تستطيع رفع الأجور وزيادة القيمة الفعلية التي يتقاضاها الموظف أو العامل الإيراني. الأزمة الاقتصادية لا يمكن مواجهتها بخطاب تعقوي أو بخطاب شعقوي أو باتهام الآخر أو الخارج بأنه يضغط على إيران. الأزمة الاقتصادية يجب مواجهتها بخطة اقتصادية مضادة يستطيع من خلالها المواطن الإيراني تحمل الأعباء وتعويض النقص في المواد الغذائية أو أي نقص في السوق الإيراني. إيران حتى الآن تواجه هذه الأزمة بطريقة فوضوية. عزل الوزراء لا يحل الأزمة. محاكمة روحاني أو مستعلقة لا تحل الأزمة. أزمة إيران هي في سياستها الخارجية. السياسة الخارجية أستاذ حسان، ترامب سيرأس في أواخر هذا الشهر جلسة لمجلس الأمن الدولي بشأن إيران، هل نحن أمام تضييق دولي جديد على إيران وكيف ستكون ردة فعلها؟ من الواضح أن التضييق على إيران خارجيا أصبح يتفاقم والتجاوب مع العقوبات الأمريكية يتزايد. الصين رفضت إعطاء إيران أي وعد بعدم وقف استيراد النفط الإيراني مطلع شهر نوفمبر. كذلك الهند أبلغت المصافي الهندية بأن عليها أن تتوقع وقف استيراد النفط الإيراني، وبالتالي هذا يمنع عن إيران تسلم مبالغ مالية من العملة الصعبة أي الدولار أو غيرها. كذلك ناقلات النفط الصينية والهندية رفضت نقل النفط الإيراني إلى الصين أو الهند، وأصبح إيران تستخدم أسطولها أو تستأجر ناقلات أخرى. أبلغت إيران أيضا أنها على استعداد للتدخل، ولكن مقابل أن يتم التفاوض على كافة الملفات النووي والباليستي والتدخل الإيراني في الشرق الأوسط. كذلك ماكرون أيضا الرئيس الفرنسي قدم نفس العرض لإيران، أن حل الأزمة يتطلب إعادة النظر في ملفات ثلاثة، وهذا ما يجعل إيران في وضع صعب. ترامب أعلن اليوم أو الأمس أنه على استعداد للجلوس مع روحاني في الوقت الذي جنتي يهدد روحاني من الجلوس مع ترامب ومعالجة الأزمة مع ترامب. إذن هناك أزمة حقيقية داخل النظام الإيراني وبين النظام الإيراني ودول الخارج برمتها. لذلك الدعوات بدأت تكثر وتتعالى داخل إيران لمساءلة المرشد خامنئي، هل نتوقع انفجارا وشيكا للأوضاع في الداخل الإيراني؟ طبيعة النظام الإيراني هي نظام سلطوي قائم على سياسة المرشد وموافقة المرشد على كل شيء. التركيبة التي يقوم عليها النظام الإيراني من رئيس جمهورية ووزراء وإلى آخره تخضع لسلطة المرشد في كل قرار حاسم وأساسي ونهائي. لذلك المسؤول عن الوضع الإيراني والواقع الإيراني هو المرشد الذي يوافق أو لا يوافق على قرارات كثيرة. وبالتالي الداخل الإيراني لا يستطيع أن يصبر أكثر مما صبر عليه وأن يتحمل المزيد من الضغوطات و الصعوبات المالية والحياتية وفقدان البضائع من الأسواق مع غلاء أسعارها وعدم قدرته على شرائها. فالواقع الإيراني مقبل على انفجار دون شك نتيجة هذه الضغوط التي ستتفاقم بعد شهرين من الآن. شكرا جزيلا لك من صيدا سيد حسن القطب مدير مركز اللبناني للأبحاث والاستشارات.